نظري هي أهم جزء ليك في الرينا. ليه أهم جزء ليك في الرينا؟ ليه يا شباب؟ اللي هي الرينا. هي الفانكشن عن الفانكشن هنا. ليه تيوبر الفانكشن أهم جزء في الرينا؟ إحنا عندنا في الرينا في حاجة اسمها الجي إف آر، في رينا البلاد فلو، وفي تيوبر فانكشن. دول الثلاث أجزاء الأساسية. ليه أهم جزء ليه؟ لانه معتمد عليه حاجه مهمه جدا جدا اسمها ايه؟ ها؟ دايوريتكس، مدرات البول. دايوريتكس بتستخدم في علاج الهايبرتنشن وعلاج الاديما، فده اكتر حاجه هتتعالج او اكتر حاجه هتتعرض لها في ايه؟ في الميديكال فيلد بعد كده. كل الدنيا في العلاج على السولت والووتر ريتنشن لازم تستخدم مين؟ دايوريتكس. يعني ايه دايوريتكس؟ ادويه ها؟ مدرة للبول. هتدر البول ازاي؟ يعني هتزود حجم البول ازاي؟ بكل بساطة هتانترفير with التيوبولار فانكشن. التيوبولار فانكشن هتعمل ري ابزوربشن لحاجات كتير. هي هتعمل لها انهبيشن. لما تيجي تعمل انهبيشن ما بتعملش سيلكشن لحاجة واحدة. يعني ايه ما بتعملش سيلكشن لحاجة واحدة؟ يعني السولت والووتر ريتنشن مبني على الصوديوم ريتنشن، احتباس الصوديوم. لما تيجي تعمل انهبيشن للصوديوم مش هتعمل صوديوم لوحده، هيأثر معاه البوتاسيوم، هيأثر معاه المغنيسيوم، هيأثر معاه الكالسيوم، حاجات كتير. فلازم تبقى أوير أباوت ها التيوبولار فانكشنز. ده الهدف بالنسبة لي أنا من المحاضرة. ولذلك أنت هتاخد محاضرة بعد كده معرفش النهاردة ولا بكرة دايوريتكس مع دكتور عطية أعتقد. فديس فيري فيري امبورتنت. فنبدأ ونشوف كده الأوبجيكتيف اللي عندنا طبعا كتيرة. حدث ولا حرج كالعادة. يو ديسكاس الفيريس بارت أوف ذا نيفرون أند ذير فانكشنز. حاجه ثانيه ايدنتيفاي سبيسيفيك رول بتاعه البروكسيمال تيبيولز في الري ابزوربشن والسكريشن، وزيها الديستال كونفوليوتد تيبيول ايه الدور بتاعها في الري ابزوربشن والسكريشن. لكن الاهم بقى رقم 4 قال لك سيبك من الكلام اللي فوق خالص، وديسكرايب ذا تيوبولار هاندلنج اوف ذا فيريس سبستانس. يعني قول لو سمحت الانابيب الكلويه او التيوبولار او التيبيول بتاع الكدني هتعامل الميه ازاي، هتعامل الصوديوم ازاي، هتعامل البوتاسيوم ازاي، هتعامل الجلوكوز ازاي، الهيدروجين ازاي، اليوريا ازاي. This is the most important اللي هو رقم 4. فطبعا علشان تشرح ده انت بتشرح الرينال كله من غير البديهي ان يتقال في محاضره واحده. فانت هتاخد محاضره ثانيه اسمها الكترولايت بالانس. الكترولايت مين بالانس؟ يعني الصوديوم بالانس، البوتاسيوم بالانس، الهيدروجين بالانس. فاحنا هنحاول جاهز في المحاضره اللي احنا نحط حاجات اساسيه. فاول حاجه عارفين ان في حاجه اسمها النفرون، هي عباره عن مين؟ structural and functional unit of the kidney، الوحده الوظيفيه والتركيبيه للكليه هي النفرون، مش كده؟ كل كليه فيها وان ها مليون نفرون تقريبا، 1.2 مليون او 1 مليون على الاقل. الحد الادنى للحياه 0.5 مليون، يعني 0.5 مليون نفرون كان بيرفورم ذا ريكوايرد فانكشن اوف يور كيدني. يعني الواحد ممكن يعيش بنص كليه. طب لما انت تقدر تعيش بنص كليه ربنا اداك 2 ليه؟ يبقى اكيد النورمال انك تعيش ب2. فيسيولوجيكال فانكشن ريكواير 2 كيدني، يبقى تقول المينيمال ها فور لايف مين؟ نمبر فور لايف اللي يقدر الانسان يعيش معاه. يبقى بنقول النفرون ستراكشرال فانكشن كل واحده فيها الحد الادنى. مما يتكون النفرون؟ يعني النفرون ده يا شباب هيتكون من ايه؟ هي وظيفه الكليه ايه؟ اكسكريتوري فانكشنز، اكسكريشن. فبتاخد الدم البلد وتعمل له فلتريشن، هتصفيه، مش كده؟ البلد ده جاي منين؟ جاي من البلد فيزلز. فلازم الكدني ستراكشر او النفرون ستراكشر يبقى فيه حته بلد فيزلز. هنسميها البلومريروس. هنسميها مين؟ البلومريروس. بنسميها الفاسكولار بارت. يبقى الاستراكشر بتاعت النفرون لازم يكون فيه جزء ها دموي اسمه الفاسكولار بارت. الفاسكولار بارت وظيفته ايه؟ فلتريشن، يرشح الدم بس، ياخد الميه وكل اللي فيه ويصفيه. هيصفيه فين؟ في الرينال تيوبولز. يبقى الجزء الثاني من النفرون تيوبولار مين؟ بارت. اجين انت بتتكلم على الاستراكشرال فانكشن اوف ذا نفرون. النفرون كان جزء يا شباب حاجتين، فاسكولار بارت. يعني ايه فاسكولار بارت؟ يعني جزء ريليتد للبلاد فيزلز، كاري ذا بلاد تو ذا كيدني.
اللي هو بادئ من الافرين وبعدين يتكسر يديني جلوميرولس ويجمع نفسه مين؟ افرين. بعد كده في التيوبولار بار. يبقى النفرون رينال كورباسل او الجلوميرولس الفاسكولار بار الوظيفه الاساسيه اخذتها في المحاضره اللي فاتت اسمها يا شباب فلتريشن. جلوميرولر فلتريشن ريت. جلوميرولر فلتريشن ريت. وذيس از ذا فيرست بارت او ذا فيرست فانكشن اوف ذا رينال ستراكشرز اللي هو النفرون. اول وظيفه له انه يعمل فلتريشن. وذاوت فلتريشن نو فيرذر فانكشن. مفيش فانكشن بعد كده. انت ما رشحتش اصلا. ده انا لسه هشتغل على الفلتريت ده. يبقى اول جزئيه انك تعمل فلتريشن. فلتريشن يعني ايه؟ يعني خد الدم صفيه في الرينال تيوب. This is the vascular part. يبقى الشغلانه الاساسيه يعمل البرايمري يورين، اليورين الابتدائي. اليورين الابتدائي زيه زي البلازما. ما اختلفناش كتير. امال انت هتعمل ايه بقى؟ هتعمل حاجه اسمها تيوبولار فانكشنز اللي احنا هنتكلم عليها النهارده. يبقى ده اللي انت اخدته في المحاضره اللي فاتت اللي هو الفاسكولار فانكشنز او الجلوميرولار فلتريشن، وخدت حاجه اسمها الجلوميرولار ميمبرين مش عارف. التيوبولار فانكشن هتعمل موديفيكيشن في مين؟ للبرايمري يورين. ليه هتعمل موديفيكيشن؟ لانك في البرايمري يورين انت عملت فلتريشن وذاوت ريليشن تو دي فانكشنز. يعني ايه؟ انا بعمل فلتريشن ثرو جلوميرولار ميمبرين. يعني اللي بيتحكم في عمليه الفلتريشن فيزيكال فاكتورز. يعني ايه فيزيكال فاكتورز؟ عوامل فيزيائيه بتعتمد على السايز والشيب والالكتريكال تشارج. طب والوظيفه مالهاش دعوه بيها؟ يعني ماده مهمه زي الجلوكوز غصب عني اتفلترت، انا مش محتاجها تنزل في اليورين، ده لازم اعمل لها اعاده امتصاص، يبقى اعمل طب ماده ضخمه مسكت في البلازما بروتين ولكنها ضاره مش قادر انزلها، انزلها ازاي؟ اعمل لها سكريشن افراز. يبقى كان التيوبولار فانكشن هي عمليه موديفيكيشن للبرايمري يورين علشان اكون مين في الاخر؟ الفاينل يورين. يبقى وذاوت بارت 1 نو بارت 2. لو انت ما عندكش فلتريشن مفيش حاجه نازله للرينال تيبيولز. امال ايه الوظيفه بتاعت الرينال تيبيولز؟ يبقى الرينال تيبيولز ويل ورك اون ذا برايمري يورين او البرايمري فلتريت تو موديفاي تظبطه تعمل مين؟ ري ابزوربشن و سكريشن وممكن تعمل سنسس. يبقى في ري ابزوربشن وفي سكريشن وفي مين؟ سنس. ده الاستراكشر بتاع النفرون اهو. بيبدا ده الافرين وبعدين ديت الجلوميرولس دي اسمها البومنز كبسول ديت البروكسيمال بارت اوف ذا نفرون اللي هو البروكسيمال تيبيولز. كنا زمان بنسميها بروكسيمال كونفليوتد تيبيولز دلوقتي اسمها بروكسيمال تيبيولز لان في جزء كونفليوتد وجزء استرايتد. بعد كده في اللوب اوف هنلي ديسندنج لمب اوف هنلي سين اسندن وثيك اسندن. بعد كده الديستال نفرون بيبدا من الديستال كونفليوتد تيبيولز وحاجه اسمها الكونكتنج تيبيولز وبعدين كولكتنج دكت الانابيب المجمعه بتجمع من كل النفرون. في كورتيكال كولكتنج دكت وفي اوتر ميدالري كولكتنج دكت وفي البابيلاري كولكتنج دكت او الانر ميدالري كولكتنج دكت. يبقى ذيس ار ذا ستراكشر اوف ذا نفرون. بالله عليك استفدت ايه؟ اقول له ولا حاجه. اول حاجه الدم هيخش منين؟ من الافرنت. هتلاقي ان الافرنت اضيق صح؟ يبقى الافرنت واسع والافرنت اضيق علشان يزود البريشر عشان يفورس البلاد تو بي فلتر. طب وبعدين؟ البروكسيمال تبيول تقول لك انهض نفسي بسرعه. يعني ايه انهض نفسي بسرعه؟ اعمل ري ابزوربشن للموست امبورتنت سبستنس. اعمل اعاده امتصاص الحاجات المهمه قبل ما انزل تحت. يعني هتعمل ري ابزوربشن لاول فلتر جلوكوز وفيتامينز وامينو اسيدز والكريبس سايكل انترميديت. هتعمل اعاده امتصاص كامله. طب وبعدين؟ هتعمل امتصاص لمين؟ ل 70% من الميه ومعاهم 70% من الملح. يبقى ري ابزوربشن اباوت تو ثيرد اوف سولت اند اوفر. This is the main function. طب وبعد كده اللوب اوف هيل ده هيعمل لك ايه؟ هيعمل حاجه مهمه كونسنتريشن اوف يورين ability to concentrate or dilute the urine. طب وبعدين الديستال نفرون يا ترى وظيفته ايه؟ ده اسمه final modification تثبيط نهائي. ده هنا اوبلوجاتري فانكشنز يعني اجباري. هتعيد الامتصاص هتعيد الامتصاص لانك منزل ميه
ما انت بتنزل كل يوم 180 لتر ميه، فلازم تعيد امتصاص. هتعيد امتصاص 179 لتر وتسيب لتر واحد فين؟ في اليورين. فهنا الاوبلوجاتري فانكشنز نو هرمونز او مينيمال هرمونز اكتنج ان ذا بروكسيمال نيفرون، لكن الديستال نيفرون 30% تبعه فبنقول ها فاكولتيتف اختياري، يعني هيعمل فاينل ادجاستمنت لمين؟ لليورين، تركيبه اليورين النهائيه هيظبطها على حسب البادي ستيتس، على حسب حاله الجسم ريجاردنج مين؟ الووتر كونتنت، الصوديوم كونتنت، البوتاسيوم كونتنت، الهيدروجين او الاسيد بيس كونتنت. يعني الفاينل ادجاستمنت اوف يورين هيتم فين يا شباب؟ في الديستال نيفرون. ومن ثم انت بتقول بيعتمد على البادي ستيت مش كده؟ يبقى ريكواير هرمونز، يعني هرمون زي الاي دي اتش هيظبط ايه؟ يظبط الوتر. يبقى انت حاطط هرمون هنا هيطلع فقط لو عندي دي هايدريشن، يقوم يعمل ري ابزوربشن لما تبقى من الماء ويسيب اقل حجم الماء. طب وبعدين عندك هرمون تاني مهم اسمه ايه؟ الدوسترون. ده بتاع ايه ده؟ ثلاث حاجات مهمين اوعى تنساهم، صوديوم ري ابزوربشن يبقى عمل كنترول لمين؟ للصوديوم. بوتاسيوم سكريشن يبقى عمل ها بوتاسيوم كنترول، وهيدروجين سكريشن يبقى عمل بي اتش كنترول. بي اتش مين؟ كنترول. يبقى انت اتحكمت في الميه والصوديوم والبوتاسيوم ومين؟ والهيدروجين. And this is very very important. يبقى لك ان تتخيل لو حصل ها رينال فانكشنز او رينال فيلير سوري، ماذا تتوقع؟ يعني عندك ريتنشن اوف يورين او ريتنشن اوف ووتر، البيشنت هيبقى عنده ليما، عنده ايه؟ ريتنشن اوف ميه. ليه؟ مفيش فلتريشن ولا في ري ابزوربشن، فالميه محبوسه مفيش فلتريشن اساسا. طب الصوديوم هيشتكي من ايه الشخص ده؟ هايبوناتريميا. لك ان تتخيل ان الصوديوم 99% ري ابزوربشن. ليه؟ ما هو الصوديوم زائد الميه يعملوا بلد، والبلد يعمل بلد بريشر، البلد بريشر فايتال فور لايف. مفيش حياه. فاكرين لما كنا بنقول ان الجلوكورتيكويد از اسينشال فور لايف علشان المينرالوكورتيكويد بيعمل سولت ووتر ريتنشن، يبقى وداوت سولت اند ووتر نو لايف. يبقى كاني الصوديوم والميه 99% ري ابزورب، 99% مين؟ فلو في بيشنت عنده رينال فيلير ويل سفر فروم سيفير هايبو ناتريميا اند سيفير هايبر فوليميا. سيفير مين؟ هحط لها كل الفيلم من مره. طب وبعد كده يا ترى البوتاسيوم اخباره ايه؟ اه ده البوتاسيوم هنا الكدن بتلعب دور مهم في عمليه السكريشن، يعني التخلص من البوتاسيوم. عمليه مين؟ ده انت حاطط هرمون مخصوص لكنترول البوتاسيوم، هرمون واحد بس جه عشان البوتاسيوم اسمه ايه؟ الدسترول. يبقى الالدوسترون از ذا اونلي هرمون ريجوليتور اوفر بوتاسيوم. فمعنى ايه؟ معنى ان الالدوسترون ده موجود في الكدن، كل ما البوتاسيوم في الدم يعلى ده فيري فيري دينجرس، يقوم يعمل له سكريشن يتخلص منه. كلمه سكريشن يعني ينزله في اليورين. يبقى لو واحد جاله رينال فيليا ماذا تتوقع من البوتاسيوم ليفل؟ فيري هاي، ده فيري دينجرس. كانوا زمان يقولوا الرينال فانكشن اسيست باي الكرياتينين كليرنس والكرياتينين ليفل واليوريا ومش عارف. دلوقتي الموست سنسيف والبوتاسيوم ليفل. لو واحد عنده اكيوت رينال فيلير هتلاقي عنده سيفير هايبر كاليميا ذات كوز اجريست تهاب. يبقى البوتاسيوم من الحاجات الخطيره جدا، الكدن تلعب دور مهم في التخلص منه. طب يا ترى الكدن هتعمل ايه في الهيدروجين؟ ها؟ هتعمل سكريشن واكسكريشن. سكريشن ومين؟ واكسكريشن. يبقى لو عندي رينال فيلير بس توقع في البيتش يبقى عندي ميتابوليك اسيدوز او سيفير ميتابوليك مين اسيدوز. مين اللي هيظبط الحاجات النهائيه دي كلها؟ الديستال. اللهم بلغ اللهم بشر. فكل كلامي انا هتكلم كلام عايم، كلام العالم العالم ده هو البيز هو اللي هيلزمك، لكن الديتيلز بقى انت معانا. وصلنا يا شباب؟ يبقى اللي انا عاوزه من هنا ايه؟ اهو عندي الاستراكشر هنا الكورباسل جلوميرولاس ها والبومنز كابسول دي مع بعضها اسمها الرينال كورباسل او الملبينيوم كورباسل. شغلتها حاجه واحده فلتريشن. شغلتها مين؟ لما بتعمل فلتريشن السائل اللي هنا بنسميه البرايمري يورين، اليورين الابتدائي. مشكلتي في الفلتريشن نقول عليها بعد ذلك. الرينال تيبيولز قلت البروكسيمال ها والانترميديت اللي هم الثلاثه ديسندنت وثين اسندنت وثيك اسندنت. الديستال نيفرون
اللي هو الديستال كونفوليوتد تبيول كونكتنج داكت او الكونكتنج تبيول انا بيه موصلها وبعدين مين هي الكونكتنج داكت. الكونكتنج داكت كم جزء يا شباب؟ ثلاثة السي سي دي كورتيكال كونكتنج داكت والام سي دي اوتر ميدالري كونكتنج داكت والبي سي دي انر ميدالري كونكتنج داكت او بيسموها البابيلاري كونكتنج داكت. نروح اسرع شويه ونقول ده الافرنت انتريور وده الافرنت ارتيبوس. اول حاجه لاحظناها ان فيري نارو افرنت ان ريليشن لمين؟ للافرنت ارتيبوس. تلاحظ ايه؟ تلاحظ ان الناس اسمها الجلوميرولار كابيلاري. من النادر انك تجد كابيلاري ما بين تو ارتيبوس لا في الكدني. دايما نقول ارتيبوس كابيلاري وفينيولز. لا هنا ارتيبوس كابيلاري ارتيبوس. انت حطيت ارتيبوس ليه؟ ايه فرق الارتريولز من الفينيولز؟ سموث ماسلز. يبقى في سموث ماسل يبقى في سمولر ديامتر يبقى في هاير بريشر علشان عمليه مين؟ الفلتريشن. اخدته في الفلتريشن ان هو بيتم من خلال مين؟ الجلوميرال ممبرين. بيعتمد على ها سايز وشيب والكتريكال تشارج. ماليش دعوه بالوظيفه. فلو في حاجه صغيره زي الصوديوم هينزل، البوتاسيوم هينزل، الجلوكوز هينزل. لا طب وبعدين؟ لو في حاجه ضاره زي دراجز ماسك في بلازما بروتين ده مش هينزل لان ده اسمه الترا ترين. يعني بيكسكلود سيلز وبلازما بروتين. بيكسكلود السيلز اللي هي الار بي سيز والبلازما بروتين. هيستثنيهم ليه؟ لان دايما وابدا البيزمنت او الجلوميرال ممبرين ده عليه نيجاتيف او نت نيجاتيف تشارج. النيجاتيف تشارج دي بتريبيل الار بي سيز والبلازما بروتين لانهم شايلين مين؟ ومن ثم ما تلاقيش البروتين في اليورين. لو حصل نص من نيجاتيف تشارج بعض الامراض زي البلوميرونفرايتس بتلاقي عندك حاجه اسمها ايه؟ بروتينوريا. يعني البروتين ابير اليورين او تلاقي الار بي سيز كاست. الار بي سيز بدات تبان في اليورين ليه؟ لان حصل نص من نيجاتيف مين؟ تشارج. يبقى اهم حاجه هنا ان ده الترا فلتريشن بيعمل حاجه اسمها البرايمري يورين. بعد الافرنت ارتريول بكمل بمين دي يا شباب؟ ها؟ دي اسمها بيري تيوبولار كابيلاري. كابيلاري ثانيه يعني اكستشينج. اكستشينج مين؟ هتعمل ري ابزوربشن. اعاده الحاجات او امتصاص الحاجات المهمه. زي مين؟ اهم حاجه مين؟ الووتر. يبقى تعمل ري ابزوربشن للووتر. ري ابزوربشن للصوديوم. ري ابزوربشن بوتاسيوم، كالسيوم، مغنيسيوم، فيتامينز، اي حاجه. يبقى ذيس از ريجيولاتوري. طب وبعدين الثالثه اسمها مين؟ سكريشن افراز يعني في اليورين. يبقى ري ابزوربشن من اليورين او الفلتريت ادخل الدم والسكريشن من الدم لمين؟ ها؟ لليورين. بعد كده العمليه اللي هي اسمها مين؟ اسمها اكسكريشن. اكسكريشن نقول ممكن تمتص ها اكزامبل زي هنا 99% من الميه ري ابزوربت، 99% من الصوديوم ري ابزوربت. ده البلد. البلد ملح وميه. يبقى انت لازم تعيد امتصاص الملح ومين؟ والميه. بعد كده اقول له الجلوكوز 100% ري ابزورب. ساعات يا اخي يقول لك الجلوكوز بان في اليورين. ليه؟ لان الكميه اللي نازله بتعتمد على كارير، الكارير بيعمل له ري ابزوربشن. لو الكميه اللي نازله كبيره تتخطى قدرات الكارير يبدا الجلوكوز يبان في اليورين. حاجه اسمها رينال ثريشولد، الحد الادنى لظهور الجلوكوز. امتى الرينال ثريشولد بيزيد؟ لو كان البلاد جلوكوز ليفل عالي زي الدايبيتس. يبقى لو عندك بلاد جلوكوز ليفل عالي يبقى الاماونت فلتر بتبقى عاليه، هتكسيد هتتخطى الري ابزوربتيف كاباستي، امتص الجزئيه ويبان الجلوكوز في مين؟ في اليورين. يبقى اندر نورمال فيسيولوجيكال كونديشن الجلوكوز از نوت بريزنت في اليورين، بروتين از نوت بريزنت في اليورين، فيتامين از نوت بريزنت في اليورين. بعد كده ها بيقول في ايه كمان؟ 50% من اليوريا ري ابزورب و50% اكسكريت. هي اليوريا دي مش ماده سامه توكسيك سابستنس، ليه بتعمل لها ري ابزوربشن؟ انا عامل لها ري ابزوربشن في الرينال انترستيشن علشان ازود الكوزمولاريتي، علشان اقدر اعمل كونسنتريشن زيها زي الملح. يعني عشان تعمل كونسنتريشن للووتر محتاج تحط اوزمولز فين؟ في المدوله. الاوزمولز دي 50% صوديوم و50% مين؟ يوريا. 50% مين؟ يوريا. نرجع لمور ديتيلز. نقول ان الرينال بلازما فلو اللي داخل ها
اللي بترشح بس هو البلازما 700 مللي بير مينيت. اول جزء اخد منه كام؟ ها هنا الافلنت اصغر. اول جزء اخد كام؟ 125 مللي. اسمه فلتريشن فراكشن. فلتريشن فراكشن يعني الجزء اللي حصل له فلتريشن. اول حاجه عرفت ان الجي اف ار خمس الرينال بلازما فلو، انا داخل 700 مللي نزلت هنا كام؟ ها 125. وعارف ان ال 125 دولت ميه فيهم حاجات، الحاجات دي تعتمد على الفيزيكال بروبرتيز. انا عامل الترا فلتريت يعني استثنيت مين من الفلتريشن؟ سيلز وبلازما. بعد كده اللي ماشي بعد كده كام؟ ال 575 دولت هيمشوا فين؟ في البريتيولار كابيلا علشان اعمل ري ابزوربشن او اعمل مين يا شباب؟ او اعمل سكريشن. دي حاجه مهمه. يبقى التيوبولار فانكشن هنا كام حاجه يا شباب؟ ثلاثه، انك تعمل تيوبولار ري ابزوربشن الفلتريشن دخلت في الجي او انك تعمل تيوبولار مين؟ سكريشن. يا ري ابزوربشن يا سكريشن. انت بتعمل ري ابزوربشن او سكريشن. This is the most important. This is the most important. These are the tubular function اللي المفروض هنتكلم عليها. في حاجة تالتة انك تعمل تيوبولار سينثيز. تبني امونيا في الاسيدوزيس، تبني بايكربونات في الاسيدوزيس. تلاحظ هنا ايه؟ انت داخل بكام؟ ها؟ 700 مللي هيطلع 1 مللي بالمية. يعني انا برشح بعمل تيوبريشن ل 180 لتر كل يوم. 180 لتر كل يوم. بعيد امتصاص 179 لتر كل يوم. بينزل يورين فوليوم 1 لتر. البلازما كام لتر يا شباب؟ تعالوا هنا البلازما فلو. البلازما كام لتر؟ 3 لتر بلازما. انت بترشح كام لتر؟ ها؟ 180 لتر؟ لا، انا زادت ايه؟ جبت 180 من ايه؟ ده انت عملت ريسيركيوليشن للبلازما. يعني عاوز اقول ان البلازما اندر نورمال فيسيولوجيكال كونديشن كليرد تتنضف كام؟ 60 مره في اليوم. لك ان تتخيل الدم بتاعك بيتغسل 60 مره في اليوم، هم 3 لتر، انت بتغسل كام لتر كل يوم؟ 180 لتر. معناته ايه؟ سبحان الله، حاجه عظيمه جدا. الناس اللي عندها رينال فيلير لا قدر الله بيغسل يوم الغسيل تعبان جدا جدا. ليه تعبان؟ ها؟ من الشوك، من خدت دم ورجعت له دم والكلام. وتاني يوم الغسيل بتبدا تتراكم المخلفات. بتتحقق، ما انت الدم الاساسي بيتغسل 60 مره في اليوم. يبقى this is very important number. ها؟ الفوليوم فلتريت بير داي 180 لتر بير داي، الري ابزوربد ووتر بير داي 179 لتر بير داي، اليورين فوليوم بير داي 1 لتر بير داي. وصلت يا شباب؟ نروح بعد كده الفانكشن اوف ديفرنت سيجمنت. انا اوريدي قلتها، قلت اول حاجه مين؟ البروكسيمال تيوز. وقلنا هنا في اوبلوباتري ووتر ري ابزوربشن، اوبلوباتري صوديوم ري ابزوربشن. فالمين فانكشن بتاعت البروكسيمال تيوز بكل بساطه كده اصلاح ما افسده الفلتريشن. مش انت رشحت؟ رشحت على اي اساس؟ وظيفيا لا، انا ما رشحتش على اساس الوظيفه، انا رشحت على اساس فيزيكال بروبرتيز، خواص فيزيائيه، سايز، شيب، الكتريكال شارت. فشيء طبيعي نزلت حاجات مهمه مش عايزه تنزل، زي الجلوكوز تاجو تاني، زي الصوديوم تاجو تاني، زي البوتاسيوم تاجو تاني، زي الفيتامين، زي اي مينرال محتاجه تاني. يبقى اهم فانكشن البروكسيمال تيوبولز هي عباره ري ابسوربشن. ومن ثم الري ابسوربشن ده من خلال الطاقه غنيه جدا في الميتوكوندريا. الري ابسوربشن محتاج سيرفيس اريا، ففي حاجه اسمها البراش بوردر. البراش بوردر هدفه ايه؟ انكريز السيرفيس اريا. يبقى البروكسيمال تيوبول ما جعل الا للاصلاح المبدئي لما افسده الفلتريشن. انك رشحت حاجات غاليه بالنسبه لك، ميه، هاخد 70% من الميه ومعاهم 70% منين؟ من الصوديوم. يبقى اسمه ايزو تونيك ري ابسوربشن. يعني ايه ايزو تونيك ري ابسوربشن؟ يعني ابسوربشن without disturbance في الاوزمولاريتي. اوزمولاريتي يعني ايه؟ يعني ملح في ميه. يعني النمبر اوف اوزمول اللي هو الملح بير ليتر اوف ووتر. لو خدت ميه قد ووتر تبقى الاوزمولاريتي ما زالت كونستنت. يعني انا هنا الاوزمولاريتي بتاعت البلازما كانت 300، في نهايه البروكسيمال تيوب هتبقى كام؟ ستيل 300. بيجي سؤال في ام اس كيو الاوزمولاريتي اوف فلويد قد بروكسيمال قد اند اوف بروكسيمال تيوب ايكوال ويتش اوف ذا فولو كام؟ 300. ليه 300؟ لانك ما غيرتش في الاوزمولاريتي. الاوزمولاريتي عباره عن ملح ها؟
فمية تركيز ملح في لتر مية، انت خدت مية قد الملح، ومن ثم الاوزمولاريتي يمين. طب السؤال قبل عزيزة، ناخد المية الاول ولا الملح؟ اخد الملح. الملح هاخده اكتف ترانسبورت ميكانيزم، يبقى اخد الصوديوم، والصوديوم ياخد وراه الجلوكوز والفيتامينز والمينرال والبوتاسيوم والكالسيوم، يتراكموا يرفعوا الاوزمولاريتي، يقوم يحصل اوزموزس، الميه تعدي. يبقى كل ما تاخد ملح كل ما الميه تعدي، يبقى كميه الميه اللي هتعدي قد كميه الملح اللي اخدته، ومن ثم تكون الاوزمولاريتي ايزوتونيك. فين؟ ات ذا اند اوف بروكسيمال مين تيول. يبقى البروكسيمال تيول بكل بساطه هي مين ري ابزوربتيف سيجمنت اوف ذا رينال تيول. ري ابزورب 70% في الووتر، ها 70% في الملح، ري ابزورب 90% من البايكربونات. في علاقه البايكربونات يا سالم، البايكربونات هنا عشان تبفر الهيدروجين من حسن او من سوء حظنا، فانا محتاج عشان دي بفر تقدر تمسك فين؟ في الهيدروجين بالذات في الدم. يبقى ري ابزوربشن ل 90% من البايكربونات، ري ابزوربشن ل 80% من الفوسفات، ده بفر. يبقى حاجه مهمه ري ابزوربشن اوف فاريبل اماونت اوف صوديوم كالسيوم فالكالسيوم فالكالسيوم. يبقى دي البروكسيمال تيوب، نفس الكلام دي الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده اهو، ده البروكسيمال. تروح هنا لمين؟ للديسندنج ليمب اوف هيد. انا عاوز كلمه واحده، وظيفته ايه؟ This is the intermediate part of the nephron. وظيفته ايه؟ الكونسنتريشن اوف يورين. ازاي؟ ركز معايا كده. ده الديسندنج ليمب اوف هيد، اخد منه ميه بس. يبقى اعمل ووتر ري ابزوربشن فروم الديسندنج ليمب اوف هيد. تقوم الاوزمولات تزيد ولا لا؟ يعني الملح زاد ولا لا؟ خدت ميه هنا وانت طالع فين؟ في الاسندن خد الملح، من الثين اسندن خده باسف، ومن الثين اسندن خده اكتف. لا الملح ده خده فين؟ في الانترستيشن، يقوم يشد ميه اثنين من كل الكلام. يبقى انت كده عملت كونسنتريشن سهل. اللهم بلغت، اللهم فشل. الفانكشن اوف اللو هيمنج جاست كونسنتريشن اوف يورين. عمل كونسنتريشن ازاي؟ نقول اقول له في الديسندنج ليمب هاخد ووتر، رفعت الاوزمولاريتي، يعني ما اقدر اقول كده الاوزمولاريتي ات ذا اند اوف ذا ديسندنج ليمب اوف هيل از ايزو هايبر هايبر. دايما اقول اوزمولاريتي المقطع الاولاني يشير للملح، يعني لما اقول هايبو يبقى الملح قليل، هايبر يبقى الملح زياده، ايزو يبقى الملح سيك. يبقى الاوزمولاريتي at the end of lobe of Henle is descending limb sorry بتبقى هايبر اوزمو. يعني انا كنت هنا 300 لقيتني هنا كام؟ 1200. 1000 وكام؟ الشاطر يقول لي بقى في نهايه الثيك اسندنج ارجع كام؟ ارجع 300 تاني، لقيت ال 1200 اخدهم هنا تحطهم فين؟ الانترستيشن. هذا الملح اللي موجود في الانترستيشن هيسحب ووتر من الكولكتيف دكت، من الكورتيكال كولكتيف دكت والاوتر ميدالاري. يبقى ذيس از ذا رول اوف لوب اوف هيل. ثلاث كلمات مش عاوز غيرهم. الديسندنج 15% ووتر ري ابزوربشن. قال لو انت كنت واخد هنا كام؟ 70 70 و15 كام؟ ها ده اسمه اوبلوجاتري ووتر ري ابزوربشن. يبقى اخد 85% امتصاص اجباري. هيظل كام؟ ال 15 بقى اكوردنج للبادي فلويد ستيتس، اكوردنج للاي دي اتش سكريشن، يعني فاكولتيتيف ووتر ري ابزوربشن نتفاوض عليه. لكن ال 85 اجباري هاخدها، ده انا منزل 180 لتر فهاخد منهم 85% اجباري. امال الاسندنج ليمب اوف هيم؟ ها صوديوم ري ابزوربشن، يعني صوديوم وداوت صوت بتاع صوت وداوت بوت صورته وداوت مين؟ ووتر. في فرق بسيط ان في الثين اسندن هاخده بس لان التركيز عالي، كل ما اطلع فوق التركيز يقل او باخده بعد كده اكتف صوديوم كلورايد ري ابزوربشن. سهل يا شباب، نركز بعد كده. ده مين ده؟ الديستال نفرو بيبدا من الديستال كونفليوتد تبيول والكونكتنج تبيولز ومين؟ والكونكتنج بقى. دايما يقولوا الديستال كونفليوتد تبيول زيها زي السيك اسندنج ليمب، عباره عن دايلوتد بسكر، يعني هكمل انتزاع الملح. اخدت هنا ملح وهنا ملح واخد كمان هنا مين؟ ملح. لغايه الكونكتنج ما كانش فيه برميابيلتي رول. امال هنا الكونكتنج ما
والكورتيكال كوليكتنج دولت اخد ميه اندر ذا افكت اوف اي دي اتش. يبقى انت جبت ملح هنا في الثيك اسندنج ليفل وخدت ملح هنا في الثيك اسندنج ليفل وخدت ملح هنا في الديستال. امال هتاخد ميه انت بقى منين؟ الكوليكتنج تبيول او الكونكتنج تبيول والكورتيكال كوليكتنج. لك ان تتخيل ان الكونكتنج تبيول والكوليكتنج ضغط الثلاثه دول فيهم خليتين مهمين نفس الاستراكشر البرنسبال سيل ها والانتركاليتد سيل. البرنسبال سيل بتاعت الالدوسترون مش كده؟ ليد اتش والانتركاليتد بتاعت مين؟ بتاعت الترانسبورت شغال على الخليه. سهله ولا صعبه يا شباب؟ انا بتكلم جنرال لان عاوزك انت اورينتد بالليل على بعضها. يبقى ده الكلام اللي احنا بنقوله. يبقى قلنا نعمل هنا في الديستال نيفرون فاينل ادجستمنت التظبيط النهائي قبل المغادره تماما. فاينل ادجستمنت يا شيخ حاتم يعني ايه؟ يعني لو سمحت ظبط لي الفوليوم اوف يورين اكوردنج لمين؟ للبادي فلويد ستيتس ان يور بادي. ذير از ووتر نو نيد. يبقى اعمل دايوريسيس يعني زود اليورين فوليوم. There is deficiency of water أو dehydration طلع الهرمون بسرعة الـ ADH يوم يعمل ري ابزوربشن لكام؟ استحالة ياخد الـ 15 استحالة نيفر. يعني مع الماكسيمم ADH ليفل بيمتص 99.8 يعني يسيب 2 من 10 ينزل. حاجة اسمها اوبلوجاتري يورين فوليوم الحجم الإجباري لليورين. أنت هتطلع ويست برودكت ولا لأ؟ هتطلع ويست برودكت هتطلعها ازاي؟ هتغلفها في جورنال وتديها؟ لا هتطلعها في ميه. فلازم في حاجه اسمها اوبلوجاتري ووتر ري. يبقى اندر ماكسيمم اي دي اتش ليفل ويتش اوف ذا فولون از ذا فوليوم اوف ووتر ري ابزوربشن. البيرس اوف ووتر ري ابزوربشن كام؟ ها؟ 9.8 يعني فيري هاي. لكن ما تقدرش تاخد ال 15 ما تقدرش تاخد مين؟ ال 15. طب لو واحد عنده اي دي اتش ديفيشنسي هيبقى عنده مونيوريم يعني هتفقد ال 15% دول. هيبقى عنده حجم اليورين ها 27 لتر برديه. يعني لازم يكون قاعد في الحمام على طول ازازه الميه بقه وشغال من تحت على طول. ليه؟ علشان ما عندوش ووتر ري ابزوربشن من اي دي اتش. دايابيتس انسيبس دايابيتس مين انسيبس. الفانكشن بروكسيمال تقول خلاص ما ينفعش اقول فيها حاجه ثاني خلاص قلتها. سكريشن لمين؟ لاورجانيك سوليد زي البي اتش او الباء بارا امين بيوريك اسيدز بارا امينو بيوريك اسيد دراجز اند مين اند اوت. الفانكشن اوف لوبل فيلينج قلتها اوريدي قلتها. كونسنتريشن اوف يورين الديسندنت جليم ها ووتر ابزوربشن كام في الميه؟ 15%. والثين اسندنت صوديوم بس فول اكتف والثيك بنفس الكلام. هو انا نفس الكلام بتكلم عن الاسمولات عشان حاجه مهمه حاجه مهمه جدا جدا في الام سي كيو. It is the only segment where no sodium reabsorption. تيجي سؤال كتير في الام سي كيو ايه السيجمنت اللي في الرينال تيبيول ما فيش فيها صوديوم ريابسوربشن؟ هي الثين ديسندنت الثين ديسندنت ده الثين ديسندنت خلاص اهو. بص معايا كده الاسمولات كام هنا؟ 300. دي منين؟ في نهايه البروكسيمال تبيول. يبقى ذيس از ايزو اوزموتيك. ليه؟ لان عملت ايكوال اماونت اوف سولت اند ووتر ري ابزوربشن بروكسيمال تبيول. هتعمل ايه في الديسيمنت جرام؟ اعمل ووتر ري ابزوربشن اهو. يبقى خدت ميه بس. لما تاخد ووتر ري ابزوربشن ايه اللي حصل؟ الاوزمولات زادت بقت كام؟ يبقى ثين الديسيمنت جرام ووتر ري ابزوربشن وزود سولت ري ابزوربشن. الفلويد بيكون هاي كابتر. انت بتعده هنا بقى علشان تعيد امتصاصه هنا تاني. يبقى فين بعد كده؟ اهو باسيف صوديوم كلوريد ري ابزوربشن واكتف صوديوم اكتف يوريا سكريشن مالهاش دعوه بيها. بعد كده الثين اسندنت عندك اكتف صوديوم كلوريد ري ابزوربشن. يبقى الثري سيجمنت الديسندنت خدت ميه والثين اسندنت خدت باسيف صوديوم كلوريد ري ابزوربشن والثين اسندنت خدت اكتف صوديوم كلوريد ري ابزوربشن. يعني ايه الاوفر اول فانكشن فلو؟ وظيفه الدوز اللي ايه؟ اول حاجه ري ابزوربشن 15% من الميه. ري ابزوربشن لحوالي 25% من الصوديوم هنا في الاكس بتاعك. 25% من الصوديوم كلوريد ري ابزوربشن. This is very important. ليه؟ لان في دايوريتكس بيشتغل في الدم حالا اللي هو اسمه ايه؟ فروزيمايد او لوب دايوريتكس. This is the strongest دايوريتكس. لانه بيعمل انهبيشن لكام؟
ل25% من الصوديوم اللي ممكن تتفاوض عليه. هنا مفيش تفاوض. ليه مفيش تفاوض؟ البروكسيمال تبيول بدل فما تفكرش انك تعمل فيها انهبيشن للصوديوم دي ابسوربشن. يبقى اول احتمال الباسيف مش هقدر اعمل فيه حاجه، هشتغل على مين؟ على الاكتيف. يبقى الموست بوتنت دايوريتكس هو مين؟ فروزيمايد او ها؟ اللوب دايوريتكس. اللوب مين؟ دايوريتكس. بعد كده في الديستال كونفولوت تبيول يجي ايه؟ دايوريتكس تاني. هنتكلم عنه بعد ذلك. يبقى المين فانكشن او الاوفر في ري ابزوربشن 15% ميه، ري ابزوربشن 25% صوديوم. ذيس از فيري امبورتنت. سكريشن لليوريا، هتعمل حاجه اسمها اليوريا سايكل، وبعدين بيلعب دور مهم في الكونسنتريشن. ايه الفانكشن بتاعت الديستال نفرون؟ فاينل ادجستمنت. فاينل ادجستمنت. ديستال نفرون بيبدا منين؟ من الديستال كونفولوت تبيول والكولكتنج تبيولز والكولكتنج داكتس. سي بقى كورتيكال كولكتنج داكت ميدالري وابيلاري. يبقى هنا ايه الفانكشن؟ فاينل ادجستمنت، التصبير النهائي قبل الخروج، الخروج للشارع. عملت ايه؟ اظبط الفوليوم عن طريق الام اتش، هتمتص كام؟ 7-10% ووتر. هتظبط الصوديوم تمتص كام؟ 7-8% اوف صوديوم ري ابزوربشن. هتظبط مين؟ البوتاسيوم. هتظبط مين؟ الهيدروجين. This is very very critical. هذه او هذا الجزء كنترولد باي هرمونز ال ADH والاستروجين. هنا كم خليه؟ خليتين، برنسبال سيل والانتركاليتد سيل. البرنسبال سيل اشتغل عليها مين؟ ال ADH والاستروجين. ووتر ري ابزوربشن وصوديوم ري ابزوربشن. الانتركاليتد سيل اللي هي بتاخد البوتاسيوم ري ابزوربشن وهيدروجين سكريشن، يعني بتظبط ال بي اتش. هنا كله كل خلال كده. فاينل ادجستمنت 7% صوديوم 10-15 ووتر سكريت فيريس اماونت والميجر فانكشن طبعا في اي دي اتش والالستول. اهو نفس الكلام هنا. الديستال كونفولوت تبيول الارلي تو سيرف زيها زي الثيك اسيندنج ليم، يعني ووتر بتاع صوديوم، صوديوم ري ابزوربشن ودبل ووتر، فبنسميهم دايلوتنج سيجمنت والتليفون. الليه؟ والكورتيكال فيهم خليتين زي ما احنا قلنا، برنسبال سيل والانتركاليتد سيل. البرنسبال سيل كنترول بالالسترون ال دي اتش، يبقى صوديوم ري ابزوربشن ووتر ري ابزوربشن. مقدار الصوديوم بتاع الالسترون 2%. يا راجل ده انت بتقول انت بتمتص 99% من الصوديوم. الالدوسترون يشارك بكام؟ 2% بس. اهميه الالدوسترون بتقع اكثر على مين؟ على البوتاسيوم، لانه فيري فيري دينس. الصوديوم له هرمونات كتيره. هرمونز كنترولين الصوديوم ليفل مين؟ ادرينالين يعمل كنترول، الانجيوتنسين يعمل كنترول، الاي ان بي ادرينالينيك بيبتايد يعمل كنترول. كلها تعمل كنترول، لكن البوتاسيوم الهرمون الوحيد اللي شغال على البوتاسيوم مين؟ الالدوسترون. فهنا الالدوسترون صوديوم ري ابزوربشن وبوتاسيوم سكريشن ووتر ري ابزوربشن، although صوديوم از لو 2% لكنه فيري امبورتنت. هنا الانتر كاريت السيل وظيفتها ايه؟ هيدرو سكريشن وبوتاسيوم ري ابزوربشن. يبقى بوتاسيوم ري ابزوربشن اند هيدرو سكريشن اسيد بيز اند بوتاسيوم اكيليشن فيري فيري كريتيكال. غير مسموح انك تلعب في البوتاسيوم وفي الهيدروجين، ده فين؟ فلازم تحط لهم خليه مخصوص تعمل لهم تصبير. نروح بعد كده اهو، ده الكلام اللي انا بعبط فيه، اللي هو الهرمونات الكيميائيه او الكيميائيه، هنا مش عارف ايه، هنا مش الكلام، راح على الفضاء علشان رينال هاندل اوف ديفرنت سبستنس. رينال هاندل اوف ووتر اوريدي قلناه، هاندل اوف لوبات الووتر هي ابزوربشن كام؟ معايا كده؟ اهو البلوجات هنا حوالي 70% و15 دول هناخدهم تحت كل الظروف. وبعد كده من هنا من الثين اسندن ثيك اسندن والارلي تو سير ووتر ام الفوق كان 15% هناخد 10% من الكونكتن والكورتيكال كولكتن ديدكت، وناخد 4% منين؟ الميدالر كولكتن ديدكت. هنا ينزل لك 1%. This is the water handling law of the kidney او الكيدني سهل ولا صعب؟ عبد الرحمن سهل ولا صعب؟ نروح بعد كده للترانسبورت، اوريدي خدناه مش هضيع وقت خالص، بس حطوه هنا علشان تبقى قبل ما تخش على الترانسبورت. اوريدي خدناه في الدايجيشن خلاص.
فاكرين الكوليسترول كده. هنا دايما وابدا في صوديوم بوتاسيوم بامب. الصوديوم بوتاسيوم بامب بتستهلك حوالي 90% من طاقه الكدني كلها. ليه؟ لان this is the primary active transport that will help transport all other substances. help transport of both. help transport of glucose. help transport of potassium, magnesium, calcium and all different substances. ومن ثم استهلاك الكدني عالي جدا في الاكسجين. ومن في الكدني بيستهلك الاكسجين الصوديوم بوتاسيوم بامب. فين ده؟ عند البيزو لاترال سيرفيس. ده اللاترال سيرفيس وده البيزال سيرفيس. ده بيزو لاترال سيرفيس وده اليومينال سيرفيس. هنا في برايمري اكتف ترانسبورت. ليه برايمري؟ الاثنين اجينست وكارير وفي دايركت يوز اوف انرجي. هنا الجلوكوز والفيتامينز والمينرال هخش مين؟ سكندري. ليه سكندري؟ ليه الجلوكوز سكندري؟ اجينست وكارير وإنديركت يوز اوف انرجي. يبقى ذيس از برايمري اكتف ترانسبورت وذيس از سكندري مين اكتف ترانسبورت. الجلوكوز هيتنقل من الدم او من خلايا الدم ازاي؟ فاسيليتيتد. ليه؟ هو ديفيوجن. يعني ايه ديفيوجن؟ دايما في الترانسبورت حدد الكونسنتريشن جريديانت وشوف في كارير ولا لا وشوف في طاقه ولا لا. يبقى ثري ستيب اللي انا هختاره في الدايجيشن. هنا تركيزه فين؟ اعلى تركيز للجلوكوز جوه الخليه. يبقى انتقاله من اليومن بتاع الرينال تيول للخليه اجينس. يبقى دي اكتف بس على طاقه مين؟ الصوديوم. وانتقاله من الخليه للبلاد ده ديفيوجن مش كده؟ بس معاه كارير يبقى فاسيليتيت مين؟ فاسيليتيت ديفيوجن. الجلوكوز ري ابزوربشن خلاص قلناها خدناها قبل كده ونفس الكلام ده نفس الكلام ده. Sodium reabsorption is the cornerstone for reabsorption of mostly all other substances or the total energy spent by the kidney. 80% علشان الترانسبورت. خلاص ده الجلوكوز اوريدي خدناه قبل كده. Important definition. في حاجة اسمها tubular transport أو transport maximum. يعني إيه transport maximum من اسمها؟ The maximum amount of substances that could be transported. يعني انا ليا حدود، ليا امكانيات، ليا ساتوريشن للكارير موديول. يعني انا هتنقل من مكان لاخر على حسب العربيات الفاضيه اللي هتبقى. يبقى في حاجه اسمها ترانسبورت ماكسيمم. يعني ايه؟ ماكسيمم اماونت اوف سبستنس ذات كان بي ترانسبورتد باي ذا رينال تريول. في حاجه اسمها رينال ثريشولد. من العيب انك تطلع من الفسيولوجي ما انتش عارف الرينال ثريشولد. كلمه ثريشولد يعني الحد الادنى. رينال ثريشولد يعني الحد الادنى لظهور الماده في الدم. يعني ايه الحد الادنى لظهور الماده في الدم؟ يعني البلازما كونسنتريشن. ان لو انا زدت عنه الماده البدنيه بلازما كونسنتريشن اوف سبستنس اباف ويتش السبستنس ستار تو ابير ان يورين. السؤال واي؟ ليه الماده تبدا تبان في اليورين؟ اكيد الفلتر لود تخطط اللي ابزوربشن. العدد اللي هيتنقل اكتر من المتاح فيه يبقى ده اسمه رينال تريشولد. فور جلوكوز رينال تريشولد فور جلوكوز ايكوال 1 180 لتر 180 ملي جرام بير ديسيلتر 180 ملي جرام بير ديسيلتر. يعني از لونج از بلازما جلوكوز كونسنتريشن اقل من 180 ملي جرام بير ديسيلتر نو جلوكوز يوريا. لو حصل زياده يبدا الجلوكوز يبان ايه؟ الفلتر دلوقتي يعني ايه؟ يعني الكميه اللي بتفلتر بتساوي جي اف ار في البلازما كونسنتريشن. الجي اف ار في البلازما مين؟ كونسنتريشن. يبقى الفلتر دلوقتي الاماونت اوف سبستنس فلتر بير مينت عباره عن مين؟ تركيز البلازما كونسنتريشن في حجم الدم جي اف ار. الرينال هاندل اوف صوديوم خلاص ها حد يقوله لي. يلا يا شباب خدنا 70% فين؟ في البروكسيم. وبعدين 25 فين؟ في السنك اسندنج ليم كده؟ يبقى كده كام؟ او 5 بتاع ده 67 او 70 و25 وبعدين هنا في الديستال كومبليت يقول هنا كله 80 كله مين؟ كله 80. This is the amount of sodium reabsorption. ينزل كام؟ اقل من 1% من الصوديوم الفيكسد. اقل من تعالى بص كده ازاي
فاتن ان الصوديوم في البروكسيمال تبلور اقول له دايما واعمل ده فين مين صوديوم بوتاسيوم بامب. الصوديوم بوتاسيوم بامب دي برايمري اكتف ترانسبورت. بعد كده هتدخل الصوديوم حاجه اسمها الكتروجينيك. يعني ايه الكتروجينيك؟ يعني هتولد جهد كهربائي. يعني هتاخد الصوديوم شحنه موجبه ولا سلبه؟ موجبه ومعاه ماده غير مشحونه زي الجلوكوز او الفيتامينز. يبقى الشحنه بتاعت الخليه اتلخبطت ولا لا؟ اتلخبطت. يبقى هنا اهو الصوديوم ده والهير والجلوكوز او الجس ذات البرايمري اكتف ترانسبورت ده اسمه الكتروجينيك. ليه الكتروجينيك؟ هنا موجب اهو لكن الجلوكوز ما لهوش تشارج. يبقى الشحنات الموجبه زادت جوه الخليه. او احتمال تاني الكترونيوترا. يعني هتعمل ترانسبورت للصوديوم وذاوت مين؟ ها؟ تشيل الالكتريستي. يعني هتاخد صوديوم موجب ها؟ خد معاه حاجه موجبه او حاجه سالبه سوري يبقى زي الفوسفين. هتاخد صوديوم موجب جوه طلع مكانه حاجه موجبه زي الهيدروجين. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ده اسمه سيمبول وده اسمه انتي بول. كل ده ماشي من خلال مين؟ ها؟ من خلال السلمبرين فسموه ترانس سيلولار صوديوم بيكربونات. يبقى الترانس سيلولار يا اما عن طريق كارير يا اما ها يكون الكتروجينيك يا اما مين؟ الكترونيوترال. الكترونيوترال يعني بتاخد صوديوم اهو موجب ومعاه فوسفيت سالب الخط الشحنات. او تاخد صوديوم موجب وتخرج مكانه موجب زي الخشب. ده اسمه انتي بول وده اسمه سيم بول. الاحتمال الثاني يكون من خلال الشانلز. اهو من خلال شانل صوديوم ومعاه مين؟ صوديوم ومعاه مين؟ كلور. او تخش من بين الخلايا وبعضها اسمه بارا سيلولار. يبقى this is the different mechanism for sodium reabsorption. منين يا شباب؟ من البروكسمال تيبيوز. وروح للابزوربشن في الثيك اسندنج ليمب. انا قلت ده اهم واحد. اشمعنى ده؟ فروزيمايد ما تنساهوش دكتور عطيه هيظبطكم فيه. ايه هي؟ يبقى ده بص معايا كده ده البرايمري اكتف ترانسبورت. هنا عند اليومينال سيرفيس بتعمل حاجه اسمها كو ترانسبورت نقل الجماعي ثابته مش كده؟ ايه النقل الجماعي ده؟ هتاخد صوديوم وبوتاسيوم كده اثنين موجب واثنين كلور يبقى اربع حاجات. انت مش كده وبس شوف كده خدت صوديوم واثنين كلور وبوتاسيوم عملوا ايه دولت؟ ترانسبورت. يقول لك البوتاسيوم ده تركيزه زياده يقول لك لا انا عاوز حد تاني معايا يقوم يرجع لبره. لما يرجع انت كنت عامل هنا الكتريك نيوتراليتي الجهد الكهربي هنا يبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لما يرجع البوتاسيوم بوزيتيف يقوم يزق اي حاجه بوزيتيف زي مين البوزيتيف؟ خيارات كتير زي الكالسيوم وزي المغنيسيوم والكالسيوم اكسيد. تاني ذيس از فيري امبورتنت. تاني الصوديوم ري ابزوربشن فين؟ في الثيك اسندنج ليمب. صوديوم ري ابزوربشن في الثيك اسندنج. هنا برايمري اكتف ترانسبورت مفيش فيها مشكله خالص. عملت ايه؟ نزلت الصوديوم خلت الصوديوم يخش من بره لجوه وهو داخل خد كلور وبوتاسيوم. ذيس اسمه كول ترانسبورت. البوتاسيوم زاد جوه الخليه يقوم يحصل له ديفيوجن تو ذا اليومن يعمل حاجه اسمها بوزيتيف بوتنشال يقوم يزق الحاجات مين؟ الموجبه. يبقى في الثيك اسندنج ليمب يا عبد الرحمن خدت مين؟ خدت صوديوم وكلور وبوتاسيوم ومغنيسيوم وكالسيوم مش كده؟ لما يجي لك دايوريتكس هنا زي مين ده؟ زي اللوب كده. This is the most important dayuretics. اللوب دايوريتك دكتور عطيه يقول لك بيعمل ايه؟ الاعراض الجانبيه بتاعته؟ عنده هايبوناتريميا؟ اه. عنده هايبوكلوريميا؟ اه. عنده هايبوكاليميا؟ صح. عنده هايبوماغنيسيا؟ صح. هايبوكالسيميا؟ صح. تفهم الكلام ده ازاي من الرسم؟ سهل يا شباب. This is the most important. ده بياخد كام؟ 25% من الديستال نيفرون كان بياخد من 5 الى 8 او 7% يعني كميه الصوديوم اللي نازله تحت. اسال سؤال الريبس ده يعمل ايه في البي اتش؟ اسيدوز ولا الكالوزيس؟ عشان بيقول لك في الفرن اسيدوز ولا الكالوزيس؟ انت منعت في امتصاص الصوديوم منه مش كده؟ كمية الصوديوم اللي نازل للديستال نيفرون كتير ولا لا؟ كتير. هتقوم تاخد صوديوم وتخرج مكانه هيدروجين. يبقى كل الدايوريتكس انا كاتب الكلام ده في الاخر اللي هتشتغل قبل الديستال نيفرون هتعمل ها الكالوزيس لانها اتخلصت من ايه؟ ففضل في جسمك يعني.
لكن اللي هيشتغل على الديستال سيجمنت او اللي هيشتغل على الانترفيريتد دكت هيمنع افراز مين؟ الهيد بنعمل اسيد بروكس. تاني عشان ده كلام هينفعك بعد كده. كل الدايوريتكس اللي هتشتغل قبل الديستال نيفون هتعمل عملت الكالوزس. ليه؟ لانك منعت امتصاص الصوديوم مبكرا فوق فنزلت كميه صوديوم كتيره تحت. هتاخدها وتخرج مكانها حاجتين. هيدروجين تعمل اسيدوزس وبوتاسيوم تعمل هايبو كالين. على عكس اللي شغال تحت. اللي شغال تحت كان بياخد صوديوم ويخرج بوتاسيوم هتقفله مش هتاخد صوديوم هيتحبس الهيدروجين وهيتحبس مين؟ البوتاسيوم. في الايرلي توسيرت ده بتاع الثيازايد اهو هنا قريب رياكت ترانسبورت وهنا اشتغل على الايرلي توسيرت بتاعت الديستال كونكريت بيور هنا مين؟ الثيازايد دايركتس. هنا المشكله كمان ان الباراثيرود هرمون بيعمل انتشار الكاس. لما انت منعت الصوديوم هنا الصوديوم جوه يزيد ولا ايه؟ يقل. يقوم الاكسشينجر ده يشتغل اكتر. خالد الاكسشينجر ده يشتغل اكتر تقوم تمتص كالسيوم. يبقى لما بتستخدم دايوريتكس زي الثيازايد بيعمل ايه في الكالسيوم؟ بيزود امتصاص الكالسيوم. عكس مين؟ البروزيمايد اللي فات. هتركز فيها اكتر بعد كده. ماشي الكلام؟ يبقى هنا انت الثيازايد شغال هنا على بريفنشال الصوديوم كلورايد ري ابزوربشن. اقول له هنا الباراثيرود هرمون بيعمل كالسيوم ري ابزوربشن. لما منعت امتصاص الصوديوم قل الصوديوم جوه الخليه بقى منشط اكسشينجر اسمه صوديوم كالسيوم اكسشينجر. ياخد الصوديوم من عالي ويخرج البوتاسيوم من العكس يبقى زود البوتاسيوم. بعد كده اخر حاجه البوتاسيوم سكريشن اللي هو فين؟ بتاع البرنسبال سيل. بتاع مين ده؟ البرنسبال سيل. نفس الفكره صوديوم بوتاسيوم بامب. الصوديوم يخش والكلور ما يقدرش يحصل حاجه اسمها كلورايد لاج يتاخر يخلي البوتنشال سالب ولا موجب؟ هذا السالب يقوم يسحب مين؟ يسحب بوتاسيوم او هيدروجين. يسحب البوتاسيوم او مين؟ او الهيدروجين. في الانترترنسبال سيل حصل صوديوم ري ابزوربشن وحصل كلورايد لاج. اخر الكلور اتدلع حصل نيجاتيف بوتنشال. هذا النيجاتيف بوتنشال شد مين؟ البوتاسيوم. يبقى هنا لو جبت دايوريتكس هيمنع الصوديوم ري ابزوربشن والبوتاسيوم او الهيدروجين مين؟ سكريشن. عكس الكلام اللي فات. عكس الكلام اللي فات. يعني هنا يبقى سيلوز ولا الكالوزيس؟ هنا سيلوز. وهايبر ولا هايبوكاليميا؟ هايبر كاليميا. الدكتور از ريسبونسبل فور ذس. هنا الدكتور ده الاستروت. الدكتور يعمل ايه؟ هيوقف هنا بلوك الفيرم. ده الثيرد دايوريتكس هيشتغل هنا هيمنع صوديوم ويمنع خروج بوتاسيوم وخروج مين؟ وخروج هايبر. يبقى عمل اسيدوزس الله ينور عليك بوتاسيوم سبيرنج بوتاسيوم سبيرنج ده خلاص ماشي الكلام. انهبيشن اوف صوديوم ري ابزوربشن خلاص. اليوريا بقى تبصوا عليها عشان تساعدكم في كونسنتريشن اوف دايليشن. يعني زي ما كده اليوريا 50% امتصوا هتخش هنا في السنه دي هتاخد ميه من غير يوريا وبعدين تضيف في السنتر جلين بيوريا وبعدين وانت طالع في جلين اسندنت تاخد يوريا تحطها هتاخد بعد كده ميه من الكونكتن والكورتيكال كولكتن والاوتر ميدلاري وبعدين اليوريا يزيد تركيزها جوه هترجعها هنا عن طريق اليوريا ترانسبورتر سيستم اللي هو يوريا ترانسبورتر واحد اليوريا ترانسبورتر سيستم ده اسمه اليوريا ترانسبورتر. ما عادش ينفع اكمل اكتر من كده علشان احسن ماشي بقى.